TEDx بيروت فرصة لكل يلي عنده اختراع جديد، فكرة جديدة، موهبة مخباية يمكن انه يظهرها. اليوم معنا منظمي TEDx بيروت، معنا ويليام شير، اهلا وسهلا فيك، وباتريسيا صغيب، اهلا وسهلا فيكي. TEDx بيروت لاول مرة بلبنان، خبرينا شو هو هالايفنت؟ أوكي. عالميا شو هو؟ عالميا تيد هي تكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين كونفرنس، بتصير مرتين بالسنه، مره بكاليفورنيا بالستيتس ومره ثانيه بادنبرغ، وهي اربع ايام بيجيبوا مفكرين من العالم ومخترعين، ناس بالتكنولوجي مثل اللي طلع بفكره تويتر، ويكيبيديا بيبل، وبيخبروا قصتهم كيف وصلوا للفكره بكثير انسبايرنج طريقه، من 3 دقائق ل 18 دقيقة. هول اللي نجحوا يعني بينوا، أو عندهم فكرة معقولة تنجح، ممكن مش يكون عندهم فكرة صح، بس بعدها ما بينت. صح. هلا لوكلي تيدكس عملوا تيد بيبل لحتى يفتحوا فرصة للعالم بكل بلاد العالم، بيعطوهم رخصة، هي لايسنس يعني رخصة، ليعملوا تيد اكس ايفنت، وير اكس هي يعني اندبندنتلي اورجنايزد تيد ايفنت، سو بيعطوك الجايد لاينز وبيعطوك كل الارشادات، بس بتعملي اون لوكال بيسس تيد بمنطقتك تيدكس بيروت، وهذا اللي عاملينه نحن بتيدكس بيروت 24 سبتمبر ببيريتك. بتيدكس بيروت ويليام المشتركين او مشتركين هن؟ او المواهب او سبيكرز او كلهم لبنانيه؟ هي مش بداية يكونوا كلهم لبنانيه، رح يكون معظمهم من الشرق الاوسط، ورح نجيب كمان يمكن سبيكرز يجوا من برا، فرح يكون اكسشينج اذا بدك بين الافكار اللي عم بيطلعوا هون، الافكار الجديده، كل شيء انوفيشنز او كل شيء افكار لازم تنشر ويعرفوا فيها العالم. والهدف بس عرض الفكره؟ هو من بعد عرض الفكره الشيء الكثير مهم انه العالم اللي رح يكونوا موجودين بقلب الايفنت، الانتراكشن اللي بصير بيناتهم، يعني الكونفرسيشن اللي بيصير من بعد الفكره، النقاش اللي بيصير من بعد الفكره، وشو معقول هيدا الشيء يعمل بين 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 مشاريع بيتولدوا من بعد هيدا، او كونكشنز بتقدر تخلي الفكره توصل اوقات من بعد نقاش تتغير الفكره كمان، صح بتوصل لطريق تانية. هون شو عم نشوف؟ عم نشوف هون صور من الصالون يلي عم نعمله TEDx بيروت صالون، قبل الايفنت هلا، صح، تنعرف العالم اكثر على شو تيد لللوكال كوميونتي وشو تيدكس. عم نعمل كل شهر صالون، صرنا عندنا مين بيكون الحضور؟ صح، بيكون اول مره عملناه بالال اي يو، موستلي يونيفرسيتي ستودنتس، بس كمان ناس من العالم الشغل والشرك. ثاني مره عملناه بالاي يو بي، وعن جد كان سكسس مش طبيعي، كنا حاجزين سال بتساع 225 شخص مثل ما شايفه هلا، اجا 250 وقاعدين العالم على الحفافه وعلى الارض، سو ات واز ريلي ا سكسس. الهدف من وراها نعرفهم على تيد، نفرجيهم تيد توكس، بنحضر تيد توكس بهالصالون وبنعمل نقاش ديسكشن من بعده تيعرفوا، حتى السبيكرز في من سبيكرز معقوله يكونوا سبيكرز بتيدكس بيروت اجوا حضروا، تيعرفوا شو تيد، شو الفيديو، وتنجمع هالكوميونتي ان وان بليس مثل ما قال ويليام، تنصير في اكسشينج اوف ايديز ويركب اشياء كثير حلوه من ورا. بعد عنا صالون واحد اخر جولاي وليد انتل ذا مين ايفنت بسبتمبر. بس هالسبيكرز بما انه ممكن يكون عندهم فكره ونجحت، ممكن يكون عندهم فكره بنظرهم ناجحه، بس يمكن ما عندهم الموهبه انه يعبروا عنها، صح؟ شو بيعملوا؟ هلا نحن في عم نعمل شغلتين، اول شغله انه فتحين اوديشن اللي هي لاول مره عم تتجرب بتيد اكس ايفنت، فحيالا واحد حابب يكون بيرفورمر او سبيكر بتيد اكس بيروت بيقدر يقدم فيديو دقيقه، نحن بنعمل في عنا سيلكشن كوميتي بننقي العالم يلي معقول يصيروا سبيكرز. هل اوديشن عم تصير بس بلبنان ولا كمان وورلد وايد مطرح ما بيكون فيها الايفنت في اوديشن؟ لا هلا هي عم تصير بلبنان. صح، عم تصير بلبنان لهيدا الايفنت بالتحديد. فحيالا واحد بحب يكون سبيكر بتيدكس بيروت او بيرفورمر في يقدم فيديو دقيقه، نحن بنعمل سيلكشن وبنعزمه يعمل لايف اوديشن كرمال تيدكس بيروت. هي اول مرحله. ثاني مرحله رح نعمل لهم نحن بتصور ويكلي كوتشنج سيشنز، سو فيهم يجوا فيهم يتمرنوا على التوكس تبعهم، بياخذوا الانبوت تبعنا، ورح نكون عم نشتغل مع بارتنرز كمان شغلتهم بابليك سبيكينج كرمال يقدروا يساعدوهم. ف
اكيد اهم شيء الفكره او المساج يلي عم بجربوا يوصلوه، وكمان يكونوا كاريزماتيك اون ستيج اللي هو نحن بنقدر نساعدهم فيه. باتيشا نهار واحد يعني كم سبيكر بتحمل؟ رح بين ال 16 وال 20 سبيكر حسب المده يلي بيحكي فيها كل سبيكر، لا مش كلهم رح يحكوا 15 دقيقه، في من 3 دقائق ل 15 دقيقه، سو حسب المده بيطلع من 16 ل 20 سبيكر تقريبا بالنهار، فول داي مع بريكس اكيد. اهم شيء بتيدكس ايفنت واذا بتروحي بتحضري تيد برا هن البريكس، لانه هي المطرح السبيس يلي بيصير فيه تبادل الافكار تا يطلعوا، او اذا حدا حب فكره معينه تو بوش ات فيرذر وتصير تتنفذ على حقيقه. يعني عمليا كيف رح يكون النهار ب 24 ايلول ما هيك؟ صح. كيف رح يكون النهار عمليا ومين بيحضر؟ يعني فينا كلنا نروح نشوف او نروح نشوف هالسبيكرز؟ هو مفتوح لكل الببليك، اكيد في ابلكيشن لازم يقدموها العالم للحضور كمان يحضروا اكيد، وهو معمول من مثل ما قالت باتريسيا 20 سبيكرز اند بيرفورمرز، وبيناتهم في بريكس، وعاده بكل الايفنت بيتضمنوا ثيم واحد بغطي كل الايفنت، وكل سكشن بكون فيها اذا بدك ثيم اصغر بيجي ضمن الايفنت. شو الموضوع هسه يعني بتيدكس بيروت؟ شو هلا هو عاده بكل تيدكس ايفنت اللي بيصيروا بالعالم بنقوا ثيم من قبل وبرجعوا بنقوا سبيكرز حسب هيدا الثيم. بكل العالم بيكون نفس الثيم بنفس السنه؟ لا، وكل ايفنت عنده ثيم له حسب اللوكال اللي هو عم بيصير فيه. نحن اللي حبينا نعمله غير، لانه ما كنا حابين نحن نفرض ثيم على الشرق الاوسط، حبينا إذا بدك نعرف شو المواهب وشو الأفكار اللي موجودة بالشرق الأوسط وتخلي هودة تخلق، بما أنه تجربة جديدة وأول سنة. صح. فاللي عم جرب نعمله أنه عم نحضر السبيكرز يلي حابين المواضيع تكون موجودة بقلب الإيفنت، ومن بعد ما يصير عنا فكرة تقريباً مين السبيكرز يلي رح يكونوا، نشوف أي ثيم بيجمعهم كلهم سوا تنقدر نوصله للعالم. طيب كيف هلا عم يصير الفلتراج؟ يعني أول ستيب أول شيء كيف بتكون من يلي حابين أنه يعرضوا أفكارهم؟ أول ستيب وبعدين كيف بيصير الفلتراج؟ نعم، أول ستيب يلي هي we launched 2 weeks ago هي تقدمي الفيديو، تحضري فيديو دقيقة تقدميه تحطيه على يوتيوب وتقدمي ابلكيشن. ثاني ستيب في ناس نحن حاطينهم ديجا على ليست اوف بوتنشال سبيكرز معقوله يكونوا بنعرفهم حدا قايل لنا عنهم، نحن رح نعزمهم تيعملوا اوديشن او يقدموا فيديو. وثالث ستيب في حيلا حدا، كاتيا انت اذا بتعرفي حدا عنده فكره خارج يعرضها، رح نفتح جمعة الجاي سجست سبيكر فورم، يعني اونلاين حيلا حدا في فوت يقدم انه انا بحب شوف تيدكس بيروت سبيكر هالشخص بقلنا ليه، وهي شيرز ذا ستوري يلي معقول يخبرها، بحط لنا لينكس على توكس عملهم اونلاين او شيء. سو كمان نحن وير كراود سورسينج، يعني عم نطلب من العالم يعطونا افكار لسبيكرز. ما بعرف اذا مرق السايت على الهواء، بس تيدكس بيروت www.tedxbeirut.com مرق على الهواء وهلا عم يمرق كمان لكل اللي حابين يعني يفوتوا بالتفاصيل، وكمان اذا بدهم يشتركوا اونلاين يعني كسبيكر بدهم هيدي الفيرست ستيب. حتى مثل ما عم بيقول اليوم اذا بدهم يحضروا كمان لازم يسجلوا اونلاين ابلكيشن. بس ليه لازم تسجيل من قبل الحضور؟ وهل في حضور بينقبل وحضور بينرفض او لا ما خص؟ هو عاده مش في حدا بينقبل في حدا بينرفض، بس في حال اجينا حضور اكثر بكثير من ما الايفنت بيتحمل تنقدر حجز نعمل. يعني حجز بس ليكون الاشياء حجز، وتنعرف مين رح يكون موجود بين الحضور اكثر من بس اسامي. يعني في انفورميشن بدهم يعبوها عن شو عندهم افكار تشير بالحياه ومن وين بيعرفوا، هيك مش انه تيكون وجودهم مفيد يعني. صح، لانه اهم شيء مثل ما قلت لك هو النتوركينج اللي بيصير، نحط عالم مناسبين بالوقت المناسب بالمحل المناسب يعطوا افكار خلاقه. لليوم شو صار عندكم افكار؟ عم تكتشفوا انه في افكار مواهب قصص مش عن جد مبينة. قبل ما نبلش انا بيرسونلي ما كنت عارفه انه هالقد في اشياء عم بتصير بلبنان. نحن دائما بنطلع على برا وبننبهر، شو ما طلع فكره من الويست بنقول واو شو عندهم اشياء حلوه. في اشياء عم بتصير بلبنان بالناس كثير عادي، من تلاميذ جامعات عم يشتغلوا بلابس ببيوتهم عم يخترعوا قصص، بس انفورشنتلي ما عندهم البلاتفورم يعبروا فيها عن هالاشياء. سو هيدا الهدف من وراء تيدكس بيروت، نعطي للعالم العادي مثلي ومثل حيلا حدا بلاتفورم تيعبروا عن افكارهم ويوصلون للعالم البراني، وهوبفلي وحده من تيدكس توكس تبعولنا يطلعوا على TED.com يلي هو الهدف الاكبر. يلي يعني اذا هو اذا عندنا
توك حلوه من تيدكس بيروت بتنحط على الاوفيشال تيد دوت كوم الانترناشونال ويب سايت، لانه هلا ليتلي من جمعتين بتكون عم بتمثل بتكون من بيروت صح، وعندها مليون اوف فيورز تيد دوت كوم، ومن جمعتين اكزاكتلي قرروا تيد يبلشوا يحطوا توكس مش بالانجليزي بس بالغير لغه مترجمين مع سب تايتلز انجليزي. سو هيدا الهدف الاكبر. يطلع ما في لغه مفروضه بتيدكس بيروت؟ بتيدكس بيروت نحن عم نفضل انه تكون انه اكثريتها بالانجلش، لانه ما بدنا نطلع العالم الاجانب اللي رح يكونوا بلبنان عم بيحضروا، ما بدنا نطلعهم برات اللعبه، بس كمان ناخذ بالعربي، يعني شي 20% of the event فيهم يقدموا بالعربي. بالفرنسي؟ تطلع كثير شوي، تطلع كثير على لبناني ثلاث لغات. هي لانه الشغله اللي لاحظناها انه الجمهور اللي عم يجي تطلع على لبناني، ليش لا يعني؟ ايه بس شو سوري وليام معك حق، بس انه ثلاث لغات حسيناها كثير. نعم. كنت عم تقول وليام؟ كنت عم بقول هي لانه لاحظنا الجمهور اللي عم يجي يحضر تيدكس ايفنت اغلبيتهم بيفهموا انجليزي، هلا يمكن بيحكوا عربي كمان، يمكن بيحكوا غير لغه، بس اللغه اللي عم تجمع العدد الاكثر هو عم بيكون بالانجليزي، وخاصه انه تيد اكس ايفنت لوحده بيجذب كثير اجانب اوريدي موجودين بلبنان، فما كنا حابين انه يجوا الاجانب اللي موجودين بلبنان ويحضروا كميه كثير من الكونفرنس ما يفهموا على المضبوط شو عم بينحكى. فنقينا الكومن دينومينيتور اذا بدك. نعم. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. شكرا. كرمال الاوديشنز هي ديدلاين ب 13 جولاي الاربعاء بعد خمس ايام تقريبا تيقدموا 1 مينت فيديو، كرمال بعدين نرجع نقيهم على الاوديشنز. سو يلي حابب يقدم يفوت على الويب سايت، اليوم لازم بلش يشتغل صح، يفوت على الويب سايت في كبسه، بفوت على البلوج هونيك في كل الديتيلز للاوديشن. اهلا وسهلا فيكم، جود لك. مشاهدينا وقفه وبنرجع بنتابع برنامج. لا رح ننتقل عند ستيفاني تشوف اذا هي عندها فكره. هاي ستيفاني. هاي اجين، كيفك؟ سافا؟ بدك تشتركي بهول الثلاث لغات اللي اللبنانيين معروفين فيهم؟ كيفك سافا؟ وما فينا ما نستعملهم لانه صار سلانج لبناني اصلا. اكيد ما بنكون لبناني اذا ما حكينا فرنساوي انجليزي وعربي، بقى هذا شيء فخر لنا طبعا. في كثير بينتقدونا بس صارت انه شائعه عند الكل يعني، وكلنا بنستعملها. 1 مينيت لايك 1 مينيت او اكثر لكانت تصير 1 مينيت. إذا بدك فيني أحكي ساعات عن هذا الموضوع. كاتيا ناطرتك، بدنا نحضر شابويات للبحر اليوم. أنا عايزة شابو. ولا أنا كمان ما عندي. بقى هلأ في أزرق على لون تيابك. بريكو منكم معي.